ابتكرت فنانة يابانية تدعى تاكايو كيوتا طريقة تستغل فيها لفائف وجبة السوشي الشهيرة في أعمالها الفنية، وذلك عبر استخدام مكوناته من الأرز والأعشاب البحرية وصنع أكثر من 200 تصميم فني منها. طرأت الفكرة لتاكايو بعد أن قررت البدء في صنع أعمال فنية من أشياء تتوافر لدى جميع اليابانيين في منازلهم. لم يسمع من قبل عن منزل ياباني ليس به الأرز والأعشاب البحرية. حتى عندما كنت أعيش بمفردي كانت لدي هذه المكونات، حينها اعتقدت أن بإمكاني صنع شيء منها، وهكذا بدأت. وتتراوح تلك التصميمات من مجرد وجوه بسيطة وحتى تقليد لوحات تاريخية شهيرة، بل إن بعض لفائف السوشي تتغير الأشكال التي تحويها بمجرد قطع كل شريحة عن الأخرى. وأوضحت تاكايو أنها تفضل استخدام السوشي لأنها تنقل المعنى مباشرة، كما تتطلب التفكير ليس فقط لتشكيل الصورة ولكن لتشكيل المذاق أيضا. وسعيا منها لعدم الاحتفاظ بأسرار مهاراتها في صنع السوشي، أنشأت تاكايو ورشة عمل تعمل فيها على تعليم الآخرين كيفية صنع أشكال خاصة من السوشي، كما نشرت كتابا بلغتين بعنوان لفافة السوشي الباسمة لتعليم الآخرين فنون صنع أشكال فنية من لفائف السوشي. محمد الجبالي، رويترز.